اوكي بعدين اعمل هيك لا موسيقى اوكي هيك بعدين اطلع اعمل هيك لشباب واحد 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 بعدين هيك لازم بدي يعني تغنج كثير تقبليني اوكي بعدين بس بطلع معك فيه انا هذا المره لازم تطلعي معي لانه هم يعني بعد ساعات اتغزل بواحد من الرقصين حتى اعيش الجو والله لا بعدين طلع شو بعمل تخلص ميران ميران اكلم لا قلبي يقول ياني وده قلبه ولا يعاني ولا يعاني عاني طبعا عشان هيك قاعده اغني بالمسرح ايه لانه راح اتمرن عليها هلا لازم بعدين هيك قلبي يقول ياني وده قلبه رحمة لازم يصير نركض كثير على فكره عشان يصير عندنا نفس زي هذا رحمة تعال يا بيت صعب اسمع تعال يا بيت شنو؟ لف يا بيت شنو يا لا لا تعال يا بيت شفاف روح غيري يعني هسه يلا قلتوا لي من الصبح يعني حتى اللي ما شافني شاف هذه يعني من الصبح من الصبح محضر انا على اساس عم بحكي شيء مو حدا شايفه روح اطلع غيري بس ما بدي اياك هلا خلص شفت هي اول حدا شايفه ما اصلا لا لانه انا لابسته من الصبح ولا واحد انتبه والمفروض ينتبه ما انتبه مين المفروض ينتبه؟ ما بعرف انا قلبي يقول غنيت هالاسماء هيك قلبي يقول يعني وهذا قلبه ولا يعاني مين اسمه هيك غنى؟ لا هنا عم شوفي قلبي يقول شو هالبوز اللي هبه فيك اياه تاني ما وصلت لخمس دقائق؟ شو هالبوز ضحكي؟ حمد انت مش متخيل كميه الثياب اللي اجتها فمن الطبيعي انه تجرب كل شيء انت مو متخيل عيني يعني 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 معلش دكتوره هذا الدواء شو انت شو قاعد تلاحظ بدوني بس انا خلاص انا امتليت يعني صراحه اعرف انا لا اشتقت لك بعدين يلا احلى تحيه لهالة الرفاعي حبيبتي ليش ليش شو عملت؟ بتحبني كثير وبتشجعني شو عملت؟ هي معي للاخر ليش عم بحكي فيها؟ وانا بحيي هالة الرفاعي لانها بتشجع رحمي وشو اسمه؟ ايوه على راسي هالة الرفاعي وانا بحيي هالة الرفاعي اللي بتشجع هالة دخل انت هالة دخل وانا بحيي هالة الرفاعي عشان تشجع رحمي رحمي ما فهمت